السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الحصة الثانية من سلسلة كيف ننشئ منحنى دالة. أول حاجة اللي خصني نضبط مزيان هي كيفية قراءة جدول التغيرات. هذاك جدول التغيرات نفهمو شنو تعني. جدول التغيرات كيكون هو التلخيص ديال التمرين اللي درت، يعني داكشي الأسئلة كاملة اللي درنا في التمرين التلخيص ديالها كنلخصو في جدول التغيرات. إذا ناخدو لهاد لالين الاول، دونك هاد الجزء هذا كيمثل اكس، يعني كيمثل جدول، كيمثل الديد اف، يعني مجموعه التعريف ديال الداله. اذا هاد الداله اف معرفه من ناقص 2 حتى ل 5. اذا هذا هو المجال اللي غندرس فيه الداله. اكس شنو هو؟ اكس هو محور الافاصيل، يعني كتكون على محور الافاصيل. اف بريم دو اكس كتمثل المنحى ديال التغيرات، يعني ملي كتكون اف بريم سالبه فالداله كتكون تناقصيه، يعني الداله هابطه، المنحنى ديال الداله هابط بهذا الشكل هذا. ملي كتكون عندنا اف بريم تزايديه المنحنى طالع، داله تزايديه بهذا الشكل او بهذا الشكل، المهم المنحنى طالع الفوق. اف دو اكس كتمثل محور الأراتيب، يعني اف دو اكس هي ايكريك، هي اف دو اكس. نبداو بانشاء هذا المنحنى اللي عندي، منحنى الداله اللي عندنا في هذه الحاله هذه. اذا اولا الداله معرفه من ناقص 2 حتى ل 5، يعني الداله منحنى الداله راه غيكون من ناقص 2، يعني كنتكلموا على الاف من ناقص 2 حتى ل 5، يعني غيكون غير في هذا الجزء هذا. في الاول تنحاول نرسم هاد لي بوين اللي عندي هنا، يعني لي خوبير اللي غيدوز منهم المنحنى. اذا اول حاجه غنرسمو، دونك هنا عندنا ان المنحنى كيمر من نقطه، دونك هذه اكس وهذه اف دو اكس، من نقطه 0 0. كذلك المنحنى هنا غيمر من نقطه، عندنا 3 وعندنا 5، يعني من نقطه 3 5. اذا 0 0 هو اصل المعلم، 3 5 اذا 3 5، اذا ديال النقطه 3 5. كذلك عندنا ملي كتكون اكس كتساوي ناقص 2، اف دو اكس كتساوي اف ناقص 2 كتساوي لنا 2، يعني النقطه ناقص 2 2 ناقص 2 افصول 2 ارسوب، يعني نقطه هنا دائما افصول ارسوب، افصول هو الاول عاد الارسوب. وآخر نقطة عندنا هي 5 1، أفصل 5 والأرتوب 1، إذا 5 1. إذا هادو هما لي غوبير. إذا عندنا الدالة F تناقصية على المجال ناقص 2 0، إذا المجال ناقص 2 0 هو هذا المجال ناقص 2 0، يعني تناقصية منين كتهبط من 2 حتى للصفر، إذا من 2 هابط حتى للصفر. ومن بعد الدالة تزايدية على المجال صفر 3، إذا دالة طالعة حتى الخمسة، من الصفر منحنى تزايدي حتى الخمسة، وعاوتاني من الخمسة هابط حتى الواحد. إذا هاد الشكل اللي رسمنا راه هو الشكل اللي عندنا هنا. دوك حنا شنو عندنا هنا؟ عندنا الدالة هابطة وطالعة وهابطة، راه هو الشكل اللي رسمنا، كاين شي حاجة اللي صعيبة. ندوزو للحالة الثانية. إذا عندنا الدالة اف دو اكس كتساوي واحد على اكس، الدالة معرفة على المجال موال لانفيني بلوس لانفيني محروم من الصفر، يعني ار ناقص ار ناقص صفر. إذا عندنا جزئين، إذا هاد الدوبار كتعني بأن المنحنى مغيكيقطعش هاد النقطة هذه، يعني المنحنى غير معرف في الصفر، وبالتالي هنا غيكون عندنا جوج ديال الاجزاء. اذا نبداو بالجزء الاول. الجزء الاول شنو عندنا؟ عندنا هنا اكس تؤول الى، يعني اكس تؤول الى ناقص لا نهايه، يعني اكس ملي كتكون كتاخذ واحد القيم اللي هي كبيره بزاف، ملي كنقولوا اكس راه محور الافاصيل، ها اكس هذا هو محور الافاصيل، يعني اكس كتمشي في هذا السنس هذا، يعني كتاخذ قيم صغيره جدا. اف دو اكس تؤول الى الصفر، يعني
ملي كتقول اف دو اكس خصك تشوف في محور الاراتيب اف دو اكس. اف دو اكس اولى الصفر يعني كتقرب للصفر لهنا، يعني قريبه لهنا، قريبه للصفر. الا كانت بلس مول انفيني كتكون هابطه لتحت، الا كانت بلس انفيني راه الفوق. اذا تؤول الى الصفر يعني كتكون قريبه للصفر، اذا المنحنى غيكون غيكون بهذا الشكل هذا، يعني اف دو اكس خاص تكون قريبه للصفر. كذلك هابطه تالين ملي كتكون اكس، ملي كتمشي اكس للصفر، الصفر هو هذا، اف دو اكس كتهبط للموال الانفيني. اذا كتهبط للموال الانفيني، دائما حنا في المجال موال الانفيني الصفر، يعني في هذا المجال هذا ما كنتعداوهش. اذا المنحنى غيهبط للموال الانفيني، طبيعي الحال دائما ما غيقطعناش المستقيم اللي المعادله ديالو ايكغيك او اكس كتساوي صفر، هذا المستقيم هذا، لان الداله غير معرفه في المستقيم اللي المعادله ديالو يعني غير معرفه في النقطه صفر. ندوزو للشق الثاني ديال المنحنى. عندنا الشق الثاني غيكون على المجال صفر زائد لا نهايه، يعني في هذا المجال هذا، في هذا الحيز هذا غادي نرسم المنحنى. اذا اكس ملي كتمشي للصفر، اف دو اكس كتمشي لبلوس لانفيني، يعني كتاخد قيم كبيرة جدا الفوق، يعني اكس ملي كتقرب للصفر، اكس راه كتقرب للصفر، اف دو اكس كتاخد قيم كبيرة جدا، يعني تؤول الى زائد لا نهاية. وهابطة فين؟ هابطة حتى للصفر، اذا هابطة حتى للصفر، يعني اكس ملي كتكون اكس تؤول الى زائد لا نهاية، اف دو اكس كتقرب للصفر، يعني كتقرب لهاد الصفر لهنا. إن هذا هو منحنى هذا الدالة هذه. ناخذ المنحنى الثالث. إذا عندنا مجموعة التعريف هي مول لانفيني بلوس انفيني، غادي نحاول نرسم هاد لي غوبيغ هادو اللي كيمثلو. إذا هنا عندنا المنحنى كيمر من نقطة ناقص واحد جوج، وكذلك كيمر من النقطة واحد على ثلاثة، 22 على 27، يعني بحال اللي كنرسمو المعالم أو لي بوان اللي خصو يدوز منهم المنحنى. إذا ناقص واحد جوج غادي تجينا ناقص واحد كأفصول، جوج أرسو، إذا هادي ناقص واحد جوج، واحد على ثلاثة 22 على سبعة، واحد على ثلاثة تقريبا 0.3، 22 على سبعة تقريبا 0.8 تقريبا، تكون النقطة هنا. إذا عندنا المنحنى، إذا غنبداو بمجال بمجال باش ما تدوخوش مجال بمجال، دائما جزء المنحنى نبدا من موال لانفيني حتى لناقص واحد، يعني من موال لانفيني حتى لناقص واحد، يعني في هذا المجال هذا. الدالة كي دايرة تزايدية من موال لانفيني حتى للجوج، فينا هي جوج حتى ناقص واحد جوج، يعني سال هاد النقطة هذه تزايدية، يعني الدالة طالعة، إذا الدالة غتكون تزايدية طالعة حتى لهاد، وكترجع من من يعني من من الجوج حتى لتنين وعشرين على المجال ناقص واحد واحد على ثلاثة، إذا ناقص واحد واحد على ثلاثة هو هذا المجال هذا. الدالة كي دايرة تناقصية، يعني هابطة لهاد النقطة هذه، كتولي طلع عاوتاني تالين حتى الزائد لنهاية على المجال واحد على ثلاثة بلوس لانفيني، إذا واحد على ثلاثة بلوس لانفيني هو المجال اللي بقالي، يعني هو هذا الجزء اللي بقالينا، هاد الجزء هذا. إذا الدالة كي دايرة طالعة لبلوس لانفيني، إذا الدالة طالعة في اتجاه بلوس لانفيني. ندوزو للحالة الأخيرة. إذا عندنا الدالة معرفة على المجال الناقص لا نهاية زائد لا نهاية، ناخدو النقط اللي غيمر منهم المنحنى. إذا عندنا النقطة جوج أربعة، إذا نمثلو جوج أربعة على المنحنى، وكذلك النقطة الثانية هي أربعة صفر،
إذا 4 0، إذا 2 4 و 4 0، إذا 2 4 أفصول هو 2 والأرجوب 4. إذا هذه النقطة 2 4، وعندنا النقطة 4 0، أي 4 كأفصول و0 كأرجوب، يعني هذه النقطة هذه. إذا نجزء المنحنى، نبدأ بالمجال ناقص لنهاية 2، الدالة من مول لنفيني كتطلع للنقطة 2 4. إذا من مول لنفيني كتطلع لنا 2 4، يعني من مول لنفيني أنا أطلع من هنا وأطلع حتى للنقطة 2 4، وترجع تهبط حتى للنقطة 4 0، يعني نسال هاد النقطة هادي كتهبط، ومن بعد كتولي ترجع عاوتاني تطلع البلوس لانفيني، يعني كتطلع عاوتاني البلوس لانفيني. يعني إلا شتو راه هاد الشكل اللي كيكون عندنا في الجدول راه هو الشكل تقريبا اللي كنرسم مع بعض التغيرات بطبيعة الحال.